هلهلة فرح رغم حرمان العراق من الفرح، هلهلة نجاح كاسح رغم كل ظروف الخسارات، هلهلة تفوق يصدح باسم العراق في سماء الانتصارات، وبرقم يثلج صدور جيل المستقبل أن العراق قد يمرض لكنه لا يموت. برقم قياسي إذن، زفت التربية نتائج السادس الإعدادي بتفوق 173 طالبا حصدوا معدل 99.86، تشاركوا في المركز الأول في عموم محافظات البلاد. وزير التربية علي الدليمي أعلن أسماء الأوائل في البلاد. الفرع الأدبي الطالبة كوثر ماجد الخيص هاشم بالمركز الأول بمعدل 99 من المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية. الفرع العلمي التطبيقي الطالبة الأولى شهد أحمد عبد الله جبار من محافظة ميسان بمعدل 99.86%، شاركتها في المركز الأول الطالبة فاطمة هادي هاشم عبد من المديرية العامة للتربية في محافظة بابل وبنفس المعدل. قصة نجاح وفخر يزفها العراق إلى العالم برسالة تقول بلسان حال الطلبة وأولياء أمورهم أن في العراق قصة أمل، لا بد أن تكتب مستقبلا مزهرا بالنجاحات رغم حال لا تسر الصديق. يلا